احنا الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي في مدينة العرائش. من هنا العرائش من مدينتكم التي تحييكم، انا كذلك احييكم. هناك رياح عاتية هنا، أسأل الله التوفيق للجميع أينما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها، من شارع مهدي بن تمارس إلى شارع مؤمن بن عسرة حيث يتواجد بريد وفاء ومحافظة عقارية واتصالات المغرب إدارة مديرية محلية. اليوم هو يوم الخميس ليلة الجمعة إن شاء الله، جمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين 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 يا رب العالمين. حيا الله كل أحبة. كنظن أول فيديو يتصور في هذه اللحظة ديال المغرب، صلاة المغرب. نحيي الوفاء على اليمين و تجزئة إسماعيل على اليسار هنا حيث مقهى كلوش ومقهى الجزيرة. هذا هو البريد، بريد الوفاء كما تلاحظون. ووفاء لكم، نحن دائما نحييكم ونجول بكم متعة لأنظاركم وكي تتذكروا مدينتكم التي قد تكون غبتم عنها مدة طويلة أو قصيرة فهي تشتاق إليكم. هذا أحمد يحييكم ويتمنى لكم الصحة والعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. واحد السقية هنا، الله يرحم الوالدين اللي دار هذيك السقية من العابري السبيل. أندلس فود، مكتبة الأندلس. بزاف الناس كيتصلوا كيسولوا على صيدلية فردوس، ها هي كاينة هنا، تكون فيها بيرمانونس. أجي ولا لهذا المكان صيدلية فردوس. هذا مول الزليج، مول بياز ديال الطوالات. ها هي هنا لاصقه في قهوة البركة. راه قهوة البركة راه ندوزها شي ماتش، قهوة جديدة. هاهي الصيدلية هنا، صيدلية الفردوس. نسأل الله الفردوس. هذه مقهى البركة هي، وهذه ريحانة للأزياء التركية. زوينة زوينة زوينة، ريحانة للأزياء التركية للبيع بالجملة والتقصير. أزياء تركية بيع ملابس تركية للأطفال. اقتربنا من عمارة الوفاء وهي أولى العمارات في مدينة العرائش، أولى الإقامات السكنية، تجمع السكني الوفاء. وهذا مكتبة الوفاء. تحية السي أحمد، أحمد كريم، عنده الخياطة هنا، محل لوازم الخياطة وسد، متابع ديالنا، صديق ديالنا أحمد كريم. أكرمك الله يا أحمد كريم. كذلك ما ننساوش مكتبة البيان والصديق ديالنا كذلك
محمد صاحب مكتبة البيان. هي هنا الواجهة الجنوبية ديال عمارة الوفاء. كما لا ننسى هذا السبيطار ديال الوفاء، فهو الآن يتجدد ويترمم ويتحسن. جميل، مبادرة ممتازة كما ترون. هذه الجهة ديال الحساسية وهذيك الجهة الأصلية، هو في إطار الترميم ديالو، انتم كتشوفون مزيان. ممتاز، حي الوفاء، السبيطار ديال الوفاء. المناطق اللي هنا كلها تابعة لسبيطار الوفاء. مسجد حي الوفاء، يعني مسجد الفتح. نشوفوا هذا دروغري الوفاء، صباغة ومواد البناء، أجهزة إلكترونية. إحدى فيلات بحي الوفاء، وفاء لكم. هذا شارع بقلب حي الوفاء، شارع واسع وفسيح. صبنة الفلاح، نسأل الله الفلاح للجميع والنجاح للذين سيجتازون الامتحانات. الله يوفقهم، الله يسهل عليهم. مؤسسة التحدي للتعليم الأول. هذا سناك الأخوين، الصحة والرحمة. مصبنة توقات ستة. هذا صاحب مول القطان والسدادر، هو هنا. الله يكمل بخير، الله يعمر شي حاجة. هذا خي محمد بن موسى، هو هنا. مرحبا بكم عنده سي محمد بن موسى. احنا وصلنا للحديقة التي تتجهز هنا، حديقة الوفاء. راه بافي، عمرة الدنيا بالبافي، راه كيقصوا بافي في الأرض، وكاين الأشجار. غتكون حديقة مثلثة للراحة والتفسح والتمتع هنا. مبغيناش نسرقوا الحدات ونكونوا كنتجسسوا عليهم، لا. المهم كاين تما البافي، النص ترصص والنص باقي، وملي تكملي إن شاء الله نزوروها بحول الله وقوته ومناته. ساحة الجوهرة كما هو معروف في مدينة العرائش. ساحة الجوهرة فعلا جوهرة منورة بكم وبحضوركم أيها الأحباب. فينيسيا آيس، فينيسيا آيس. خليتكم على خير أخوتي. المغرب راه أدنى تديش 4 ساعة. لا تنساوش بارطاجيو، ديروا جيم، علقوا، دعموا القناة ديالكم، فهي محتاجة للدعم أكثر من قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.